حتى اللي رايح في النوم ممكن يصحى من شعر حبيبته. لما بتكونش بتقابل أي حد يبقى الشوبينج حاجة ممتعة جداً. ممكن أساعدك في أي حاجة؟ أحدث بلاي ستيشن؟ صوت سراوند؟ في آر بجرافيكس واقعية متطورة؟ أو أحدث حاجة عندنا؟ الاختيار واضح. شكراً على الرحلة السريعة والسهلة للشوبينج. لكن لو كنت بتقابل حد بيبقى الشوبينج هيتحول لعملية طويلة وصعبة. خليك على استعداد تشتغل رفع أثقال و ATM في نفس الوقت. يا ترى هنخرج من هنا في حياتنا؟ لما تعيش لوحدك مجموعة النباتات كلها بتبقى مجرد صبارة واحدة جنب الكمبيوتر عندك، وكده بتبقى كفاية. لكن لما بتيجي ست بيبقى معاها جنينة كاملة. النباتات بتخليها تحس كأنها في بيتها وبتنظف الهواء. حبيبتك جابت كل نبات عشوائي لقيته لحد البيت. هايل! دلوقتي ممكن نصور الجزء التاني من فيلم رامبو هنا. لما بتقابلي شاب لازم تهتمي بنفسك. رجليك ناعمة جداً. أنا بحب بشرتك الناعمة. فيه قدرت ألفت انتباهه. لو كان يعرف بذلت مجهود قد إيه؟ لكن لو أنتي سنجل ممكن تستريحي. شعر طويل ولا يهمك. لما تعيش مع زوجة حمامك هيتملي فجأة بجبل من الفوط. لا، دي للضيوف، ودي علشان رجليك، ودي لوشك، ودي لشعرك، ودي علشان إيدك. بجد هو صعب إنك تفتكرهم؟ لكن لما بتعيش لوحدك مش بتعرف تلاقي فوطة واحدة للاستعمال. كلهم كانوا في سبت الغسيل من شهور. مش مهم، هستعمل التيشيرت وخلاص. لما بيكون عندك حبيب ممكن دايما تدفي رجليك تسقعفيه. كده احسن. لما يكون مفيش عندك حبيب ممكن دايما تدفي رجليك تسقعف كلبك. مفيش فرق كبير. لو بتقابل حد معين فاستعد علشان صديقتك هتغير على أي حاجة وكل حاجة. هاي، بتبص على إيه؟ عاجباك؟ قولي إنها أجمل مني وخلاص. أنا شفتك بتبص لها، يا بتاع الستات. لكن لو البنت سنجل بتلاحظ الستات الجميلة. جيبة لطيفة، كمان جسم لطيف، شكلها هايل. لما بتنامي لوحدك ممكن تعملي نظام صارم علشان تتحكمي في درجة حرارة مثالية طول حياتك لو حسيتي بالحر قوي ومش عارفة تنامي. كل اللي عليك تخرجي رجل واحدة من تحت الغطا. النظام شغال. أحلام سعيدة. لكن المشاكل بتبدأ لما حد تاني ينضم لك في السرير. النوم تحت البطانية نفسها حر جداً وخنقة. وابتكار الحياة للرجل مش كفاية خلاص. الجو لسه حر جداً. زوجي ده عامل زي دفاية فضاء. أنا مش عارفة أنام. المفروض أعمل إيه؟ هروح لأوحش سيناريو. استني، أحسن حل هو إنك تجيبي بطانية تانية. ابتكار الحياة ده هينقذ مليون علاقة سعيدة.
لو بتقابلي حد، رسايلك بتبقى مليانة قلوب وإيموجيز حلوة. ابعت لحبيبتك طول الليل، يلا خدي 100 بوسة افتراضية تانية، قد إيه لطيف زيادة عن اللزوم. هي انتوا في نفس الأوضة، أوه انتوا يا طيور الحب. لكن لما بتبقى سنجل بتفضلوا تتفرجوا طول الليل على انستجرام أو اليوتيوب، وبتستعملوا الإيموجيز بس في الكومنتات. لما بتعيش مع مراتك حاجات كتيرة بتبتدي تضيع. ممكن تبقى فين؟ حبيبتي هو انت رتبتي كل حاجتي؟ مش عارف الاقي حزامي. كم مرة لازم اقولك؟ يلا هوريك تاني، الأحزمة موجودة هنا في الدرج اللي فوق، ده هيخلينا عايشين مبسوطين وحظنا حلو. ليه مش عايز تفهم؟ لو انت عايش لوحدك عليك انك تدور على حاجاتك بنفس الطريقة، لكن مش بسبب الترتيب لانك مبهدل جدا. حزامي فين؟ لازم اطلع الأسلحة الكبيرة. سلاحي السري هو جهاز الكشف عن المعادن. وأهو لقيته أخيرا. لما بتبقي بتقابلي شاب أحيانا هتحتاجي إنك تخبي نوع المزيكا اللي بتحبيها وتسمعي بس الفنان اللي بيحبه حبيبك. ياه بيبر طبعا لطيف جدا، لكن أنا كمان بحبه طبعا. شغلوا لينا. الغنوة دي هي المطلوبة. أوه لا، أي حاجة إلا الرأس، أي حاجة إلا الرأس. أنا بحبك قوي. لكن لما بتكوني سنجل ممكن تسمعي اللي انت عايزاه وقت ما انت عايزة. شغفي السري هو الهارد روك. دلوقتي هو ده الرأس الحقيقي. لو عندك حبيبة علبت فشار واحدة مش هتكفي أبداً، لأنها في الأول هتقول إنها مش عايزة أي حاجة، لكن هتفضل تاكل من علبتك. اتعود على كده. لكن لو أنت سنجل ممكن تاكل فشار على قد ما تقدر. أوبس، يظهر إنك اتحمست زيادة شوية. أنت مضطر تخلص الفيلم في الحمام. لما تعيشي مع زوجك هتقضي وقت طويل في الاستعداد للنوم. بيجامة حرير، لوشن حلو، حتى شعرك مثالي. لكن لو لسه سنجل انسي الجمال، بيجامة مريحة وفتافيت في كل مكان في السرير. وإيه يعني؟ محدش يقدر يشوفني. لما تعيش مع ست علبة فوم الحلاقة بتخلص بسرعة الضوء. أنا كنت فاكر إن لسه عندي شوية. فهمت، حبيبتي عملت رجليها تاني. ولما تعيش لوحدك علبة فوم الحلاقة بتفضل معاك شهور. وممكن توفر فلوس كمان. أنا بحبك الجرومي بتاعتي، ناعمة جدا ومريحة، ممكن أتصور صور لطيفة وارتاح بس.
لكن بمجرد أن بقى عندي زوج، لازم علاقتي الحلوة مع كيكو تنتهي. كل حاجاتك هي حاجاتي. أنا لقيت الطقم الصغير ده في دولابك. إزاي تعمل كده فيا؟ أنت كمان بتأكل الكيجورومي بتاعي كوكيز؟ أنت مش عارف هو بالنسبة لي إيه؟ أنت ليه بتفرق بيني وبين الكيجورومي المسكين الصغير بتاعي؟ أنت ما عندكش قلب. واضح إنه اتعلم الدرس، وهي اتعلمت إنها ممثلة هايلة. لما بتعيش لوحدك، ممكن دايماً تلاقي حاجة لذيذة في المطبخ. مش مهم انتي بتدوري فين. واو، انتي بتستعدي لنهاية العالم على السناكس أو حاجة زي كده؟ لكن بمجرد إن راجل بيجي البيت، انسي السناكس. كويس إنه لسه ما أكلش كل حاجة موجودة. واو، انت شخص أكول. عجبكم سيناريوهاتنا المضحكة عن العلاقات؟ اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا لو كنتوا تحبوا تبقوا في علاقة ولا تفضلوا سنجل. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي قصص جديدة مضحكة عن المرتبطين من تروم تروم.